مساء الخير على كل مشاهدينا في مصر، ارحب بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج شباب بلدنا. النهارده فقرتنا مفيده ومهمه جدا، بنتكلم فيها عن العنف ضد المراه. قبل ما نبدا حلقتنا احب ارحب بزميلي اللي بيشاركني في تقديم الفقره، محمد. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا سمر. اهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك استاذه سهيله. وكمان ارحب بضيفتنا العزيزه استاذه سهيله سعيد، احد نشطاء السوشيال ميديا. اهلا بيك يا استاذه سهيله. اهلا بيك يا سمر، اهلا بيك يا محمد، واهلا بالسادة المشاهدين في كل مكان. اهلا بيك يا استاذه سهيله. استاذه سهيله، في البدايه حابب اعرف من حضرتك او من وجهه نظرك، ايه هو العنف ضد المراه؟ هو العنف ضد المراه، كلمه العنف نفسها متفرعه لكذا فرع، منها في عنف جسدي وفي عنف لفظي. العنف الجسدي ده لو انا مثلا بتعدى على، بعتدي مثلا على بنت، على راجل، على حد اضعف مني، يعني العنف في النهايه بيكون ضرب بعتدي عليها مثلا ايا كان ضرب. وفي برضه عنف تاني، عنف لفظي، ان انا ممكن اعتدي عليها بالكلام او اعتدي على شخص تاني بالكلام. تمام. طب ايه هي اكثر انواع العنف ضد المرأة في المجتمع؟ هو في عنف تاني، نوع عنف تاني احنا ما قلناهوش، العنف الجنسي. فاكثر عنف المرأة ممكن تواجهه في المجتمع هو العنف الجنسي. تمام. استاذ سهيلة، ما هي التحديات التي تواجهنا لانهاء العنف ضد المرأة؟ هو في تحديات كتير جدا، يعني انا شايفه ان البنات دلوقتي الفكر بتاعها بقى متغير تماما، بقت ناضجه اكتر من ناحيه انها تدافع عن نفسها. بنات كتير جدا بتلعب العاب بطوله، العاب رياضيه عشان تدافع عن نفسها. دلوقتي في السوشيال ميديا، دلوقتي لو مثلا حد حاول يعتدى على بنت او كده، الموبايل بيطلع بيصور اللي بيحصل ده، الفيسبوك بيتقلب، تويتر بيتقلب، السوشيال ميديا كلها بتتقلب. فبالتالي التحديات اللي احنا ممكن نعملها ان كل واحده تبقى عارفه ازاي تاخد حقها، يعني مثلا في الموقف اللي هي فيه بالظبط، الموقف اللي هي فيه ازاي تعرف تدافع عن نفسها، ايا كان بقى بالكلام، بتصور مثلا بالواقعه اللي بتحصل، بالضرب، المهم انها تعرف تدافع عن نفسها. مزبوط. طب هل من وجهه نظرك الافلام او المسلسلات ليها دور في انتشار العنف ضد المراه؟ بصي، بلاش نتفرع في جهة المسلسلات والأفلام، لأن أفلام ومسلسلات في منها كتير فعلا. هو في أصلا كمان مسلسلات يعني بتشجع اللي هو ضد، يعني ان هي بتبقى ضد، زي ما في مسلسلات بتشجع الضرب والكلام ده كله، في برضو مسلسلات بتشجع برضو ان لا، ضد الحاجة دي ما ينفعش. وبتعلي برضو من مقام المرأة كتير جدا، والمرأة برضو يعني زي ما أقول نص المجتمع. أيوة طبعا. أستاذة سهيلة، إيه اللي نعمله في تعزيز المساواة بين الجنسين سواء مرأة أو رجل، وإيه الحقوق اللي نقدر نديها للنساء أو المرأة في بلدنا؟ وأنا الحقيقة شايفة أن الحمد لله يعني النساء بقت مكتسحة في كل مكان بشدة، يعني بقت يعتبر مساواة ما بين الرجل والمرأة، ودي حاجة حلوة جدا جدا جدا. أنا في العمل وفي كل حاجة، في العمل وفي الـ في الـ في المناصب وفي كل حاجة، فدي حاجة حلوة جدا جدا. ما شاء الله ومجتازة مناصب كتير. حاجة حلوة جدا جدا، يعني أنا نسائية شوية فدايما بتحيز ناحية المرأة. طبعا انا دايما شايفة ان هي مش شخص ضعيف، بس شخص هي لو ما بقتش قوية المجتمع هيجي عليها، لان احنا معروف ان النساء دايما بتبقى ضعيفة شوية، فاحنا المجتمع اخد فكرة ان النساء ضعيفة، فانا لو ست مش قوية المجتمع هيجي عليها بكل حاجة. استاذ سهيلة، هل جائحة كورونا بتسبب العنف ضد المرأة بسبب الضغط النفسي او بسبب الاعاد اكتر مثلا للجنس الاخر زي الشباب او الرجالة في البيت؟ تمام. خليني بس اقول حاجة، هو الضغط مهما كان الضغط النفسي ما يديليش الحق ان انا اتعانف مع شخص او استقوى على شخص اضعف مني. ده غير ان في احصائية اتعملت في وقت كورونا، بنت واحدة من وسط من كل 3 بنات في العالم بيتم الاعتداء عليهم. ففكرة الضغط النفسي وان انا بكون متعصب فبمد ايدي عليكي بزعقلك، ايا كان بقى والد او اب، او قصدي سوري والد، زوج، اخ، اخت، والدة، الكلام ده كله، فده مش بسبب الضغط خالص. يعني هو شخص لو عارف المبادئ كويس وعارف ان انا ما ينفعش ان انا اتعانف مع شخص والكلام ده كله، حتى لو انا عندي ضغط وعندي الدنيا كلها بايظه معايا، انا ما ينفعش ان انا اجي على شخص تاني اضعف مني او حتى اقوى مني. انا ما ينفعش. استاذ سهيله، ايه هو انطباعك عن الورش الموجوده حاليا في تاهيل الشباب القادمين على الزواج بالتدريب على مواجهه مشاكلهم بعد الزواج ومسؤوليتهم؟ دي حاجه حلوه جدا جدا جدا، وانا بشجعهم على حاجه زي كده، وان شاء الله يعني ما يبقاش فيه العنف ده بعد الشباب اللي بيعملوه، العنف يقل كمان اكتر واكتر.
طب ايه بقى التحديات عايزين نعرف من حضرتك اللي ممكن تواجهنا، او الصعوبات يعني اللي تواجهنا في انهاء العنف ضد المرأة؟ هو انا مثلا لو هعمل حملة العنف ضد المرأة، لو في اب او اخ مع مثلا بيعنف اخته مثلا جسدي بضرب او كده، انا مش هبقى عارف ان انا اتواصل معاه. يعني انا ممكن اعمل حلقه دلوقتي اتكلم فيها لا للعنف ضد المراه معايا، فلا وكل حاجه، بس وقت الضرب او وقت كده هي هتبقى مع والدها او اخوها او زوجها في البيت، فمحدش هيقدر يمنع حاجه زي كده. فالافضل ان البنت تعرف ازاي تدافع عن نفسها ايا كان بالطرق اللي احنا قلناها، تدافع عن نفسها بالرد، تدافع عن نفسها بانها تصور فيديو، تدافع عن نفسها بانها مثلا يعني تصد مثلا اللي هو بيعمله الكلام ده كله. أستاذة عائلة، هل من وجهة نظرك العنف ضد المرأة بيقلل من قيمة الراجل؟ العنف لو راجل بيعمله سوري يعني هو مش راجل، لأن ما ينفعش راجل يمد إيده على يعني على واحدة ست، أو على واحدة ست، ده ما ينفعش. ده بيقلل من قيمته جدا، بيقلل من كرامته، بيقلل اصلا منه كراجل، يعني ده ما ينفعش يتقال عليه راجل. يعني هو كمان اصلا بقى سوري يعني هو لو عمل كده هيقل من كرامه الشخص نفسه الراجل بالظبط، او لا زوجته مثلا او اخته، هيبقى نظره المجتمع ليها ايه، ده باباها بيضربها او اخوها بيضربها. في طرق كتير جدا. هو بالنسبه للسيدات عامه العنف نفسه اهانه ليها، في هو اهانه ليه واهانه ليها، يعني هو اللي بيهينها، لكن هو بيهين نفسه، هو بيهينها وبيهين نفسه وكرامته. هو في طرق كتير جدا جدا جدا، وكمان ماشيه بطريقه صحيحه غير الضرب وغير العنف وغير الكلام ده كله. يعني في ناس مع العنف بتيجي عكس، اللي هي الناس اللي بتكون عنيده. انا لو ضربت شخص لا انا هعمل، حتى لو انت هتعمل فيا هتكسرني لا انا هعمل فيك. ما هو حاليا كمان مع الاطفال، يعني نفس في اطفال بتبقى عندها يعني العند في ان انا لو ضربت انا مش هبطل ده. هو يعني فعلا الجيل اللي طالع اللي هو عنيد شويه، فمش العنف مش كل حاجه، وما ينفعش ان انا ابقى سايف في شخصيته جزء من العنف، او اي حاجه تحصل اقول لا ده بسبب ضغط نفسي، ده بسبب ضغط شغل، ده غصب عني، ده ما اعرفش ايه، الكلام ده كله فعلا بيكون مرفوض تماما. في عقبات كتير بالظبط، في عقبات كتير يعني بالظبط. يعني في النهاية يا أستاذة سهيلة أحب أشكر حضرتك جدا، وأشكر السادة المشاهدين، ونورتينا النهاردة في الاستوديو، وانتظرونا في حلقة جديدة الحد القادم إن شاء الله الساعة 12. منورنا يا أستاذ، ميرسي جدا.